دكتور محمود شاهين معانا على التليفون. يا دوك صباح الفل، و هنقول مبروك بقى، خلاص هنقول مبروك. حلو، تعادل مش وحش. طبعا كل سنة وانت استاذ كريم. انا شخصيا زعلان جدا على التعادل. والله احنا كمان، والله احنا يعني كمان. الاهلي كان مش متعودين ان الاهلي يكسب وبعد كده يخش في مرحله صح خساره او يعوض الخساره في اخر 10 دقائق. فطبعا لا، احنا الاهلي كان المفروض يخلص الموضوع بالشوط الاولاني، وكان هيعمل سكور كمان. الحمد لله يعني الحمد لله عدت بقى. ما كانش ينفع برضه اخش معاك على الطقس على طول يا دكتور محمود، عشان انا عارفه عشقك للنادي الاهلي. معلش، يلا ان شاء الله اللي جاي يكون احسن بكتير باذن الله، يليق بينا ويليق بالفريق وكجماهير طبعا. طبعا. اروح مع حضرتك لان امبارح ما عرفناش نتواصل معاك، عايزين نعرف الفتره هذا الاسبوع ان شاء الله هيكون عامل ازاي، هل هيبقى فيه استقرار شويه لدرجات الحراره؟ اعتقد الجو اليومين دول كويس يعني الى الحمد لله الجو كويس. يعني النهارده يعتبر اخر يوم في فصل الربيع، بكره ان شاء الله يبدا فصل الصيف فلكيا وجغرافيا ومناخيا كمان. كويس. ان هتبدا بقى يبدا منخفض الهند يظهر تاثيره بشكل اكبر خلال الايام اللي جايه. مفيش بقى انخفاضات في درجات الحراره زي اللي كنا بنشوفها في ايام الربيع، اللي بتصل فيه درجه الحراره 31 و31 درجه. مش الكلام ده خلاص. ايه ده؟ هو كده درجات كويسه قليله 30 31؟ طبعا العلم كان في اعتدال شديد في درجات الحراره ده، والجو كان ربيعي بقى وكده. هنبدا بقى نخش شويه على درجه الحراره 34 35 40 42 40 ده في الصعيد، عشان في الصعيد 40 فعلا. انما بالنسبه للقاهره طبعا درجات الحراره الايام اللي جايه من 34 ل 35 درجه، مع نهايه الاسبوع تصل الى 36 درجه يوم الجمعه والسبت. كويس. يعني الحمد لله لسه ما فيش موجات الحمد لله. طيب عايز اروح مع حضرتك للاماكن اللي هي زي مثلا الساحل الشمالي، اسكندريه، الاماكن اللي هي معتاد الناس المصريين بيروحوا يصيفوا فيها، درجات الحراره ازاي؟ لان لسه الناس مش عارفه هل ده الوقت المناسب عشان اروح الساحل، ولا استنى شويه اروح الجونه، ولا استنى يعني، ولا خلاص راحت على الجونه؟ نعرف من حضرتك. لا، هو خلاص الفتره دي طبعا هي فتره المصايف، ما فيش كلام. درجات الحراره هناك تعتبر افضل درجات حراره في جمهوريه مصر العربيه كلها، المناطق الشماليه الساحل الشمالي وهذه المناطق درجات الحراره فيها بتتراوح من 29 ل 30 درجه مئويه خلال فترات النهار. فترات الليل لسه نسب الرطوبه ما ارتفعتش بشكل كبير، لان برضو المناطق الساحليه دي بالليل بنلاقي الرطوبه عاليه قوي في الاماكن دي في عز فصل الصيف. انما دلوقتي الحمد لله لسه نسب الرطوبه ما عليتش بشكل كبير. كويس. درجة الحرارة الصغرى من 20 ل 22 درجة، فهي دي الأجواء المناسبة جدا إن شاء الله للمصايف بإذن الله. المناطق الجنوبية بقى طبعا هي اللي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل ملحوظ من 38 ل 40 درجة مئوية شمال وجنوب الصعيد. وده طبيعي طبعا في هذا التوقيت من العام. صحيح. في ظواهر جوية ممكن تعوق المسافرين، السادة المسافرين على الطرق، سواء رشاط رياح أو تراب أو سبورة. في ظواهر جويه الحمد لله تعوق حركه السفر امنه من حيث الطقس على مدار ال 24 ساعه باذن الله. كويس جدا، هايل، ويعني تغطيه سريعه من حضرتك، شكرا ليك جدا دكتور محمود عليها، اشكرك. قال لك 36 ولسه ما فيش موجات، امال لما الموجات تبتدي تهل علينا هتروح بينا؟ خلي محبي الصيف ينبسطوا بقى كريم، خلاص هنعمل خليهم ايه؟ خليهم يستمتعوا بالمنخفض الهند. كل ما الجو يقلب هيقول لك منخفض الهند هو اللي جايبنا ورا. انا بقلق من منخفض الهند ده والله. ربنا معانا بقى. طيب احنا هنطلع فاصل سريع ونرجع بقى.